غيرتم حياتي بأتم معنى الكلمة. يعني جامعة مرسلي عبد الله أشكرها يعني من أسفل الهرم إلى أعلى الهرم، لقد غيرت حياتي. يعني منذ 1987 غادرت مقاعد الدراسة بعد إخفاقي في شهادة البكالوريا، وبعد ذلك يعني بقيت في البيت، تزوجت وأنجبت وأصبحت يعني لي الكنة ولي الصهر ولي الأحفاد، وبفضل الله عز وجل عدت إلى مقاعد الدراسة 2017. يعني وفضلت أن أكون في مدرسة أو في المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازا، لأن ابنتي طيبة فاطمة كانت قد تخرجت من هنا، يعني وهي طبيبة نفسانية، وهي التي يعني ما درسته في هذه الجامعة يعني طبقته علي بعد 30 سنة وأنا يعني في البيت أرفض أي يعني علاقة بالدراسة، ولكن تقول لي أمي أنت تستطيعين. وأقول لك أقول لكم يعني سادتي الكرام أن بنيتي أشكرها وأشكر الله عز وجل الذي حباني بها. وماذا أقول، يعني كانت دائما تقول لي أمي تستطيعين، يعني أشكر معهد علوم الاجتماع، هي علم النفس، أشكرهم لأنها طبقت فيها يعني في بتخرجها يعني طبقت. أنا أول عينة نجحت يعني الجامعة في سني، أنا من مواليد 1968 ماي 1968. يعني أشكركم، أشكر الزوج الكريم الذي سندني، أشكر أولادي، أشكر جيراني، والله يعني دمتم أبنائي. يعني لم أستطع، جئت بفيض الأمومة، لم أستطع حتى أن أقول لأساتذتي أستاذي، أقول لهم أبنائي تعبيرا يعني تعبيرا عن حبي لهم وعن أنهم غيروا حياتي، أخذوا بيدي، احتووني. كنت في بداية الأمر أحاول أن أنسحب لأنني وجدت يعني وجدت جيلا غير جيلي، يعني كنت دائما يعني أفكر في الانسحاب، لكن أبنائي يعني من أساتذة، أستاذ إيراين، أستاذ عساكر، الأستاذ يونسي، والله كنت يعني أشد الحبل من الوسط، يعني حبل يسحبني إلى أن أعود إلى ما كنت، إلى البيت، وحبل يسحبني، يعني سحبوني أبنائي إلى إلى إلى, إلى هذا الموقع. يعني أشكرك بني، أشكرك بني، أشكركم، أشكركم أستاذ إيراين، أستاذ عساكر، الأساتذة كلهم، يعني معهد اللغة والأدب العربي. لازم تكملي المسار دكتور.